استنى يا احمد. مرحبا يا حسب الله. على فين؟ طالع لمراتي. ما بلاش وجع القلب ده بقى يا احمد. يعني ايه ما بلاش يا حسب الله؟ دي مراتي بالشرع والامن، وبعدين بقالي يومين واسافر، بلاش اشوفها. طيب ابقى خدها على الهادي كده واستحمل كلامها الرزق. ربنا يسهل. تحب اجي معاك؟ انت شايف ايه؟ يعني بتهيالي هخلي ريا تتكلم معاها الاول. ولك عين تيجي هنا تاني يا جبان؟ بقى مش قادر عليا اخويا جايب له رجاله يضربوه؟ طب انا بقى اللي هنضربك. سكينه شايفه ابو بديعه؟ شايفه اختك بتعمل فيها ايه؟ انا بس عامل حساب لقعدتي. كفايه كده يا سكينه، مش اصول امار يا بنت. ده مهما كان جوز الندامه ده، دي هنشرب من دمه كده يا سكينه كده. بتضربيني عشان حتة واد ما يسويش طورة؟ عمل فيك ايه؟ لحس مخك ازاي؟ بنحبه يا ابن المؤذية، بنحبه. انا بحبك اكتر منه. ما تلم نفسك بقى يا بارد. اختشي اختشي وخلي عندك نخوة وعزة نفس. اخي اخي يا اخي على طاعتك، انا مش عارفة كنت معشرك ازاي. الصراحة عندها حق، دي واحدة وحشة ماشية مع راجل تاني. انا لو منك نطلقها ونديها بيك جزمة. انا قلت الاصل وحياة أمك، لا أعرف إزاي أعذبك. هتشوف يا سكينة، أنا هعرف إزاي أخد حقي. أنتوا اتخانقتوا تاني؟ يا ابني ما أنا قلت لك دي مرة بايع، هسيبك منها. لازم يا حسب الله أخد حقي، لازم أخد حقي. دول إيه نكرة للجميل؟ الحق عليا أنا اللي توبتها ولميتها من الشوارع وسطرتها، لكن يظهر إن مفيش فايدة. اللي فيه طبع عمره ما بيعرف يبطله. وطي صوتك، بلاش فضايح. يا سلام، ولما أنت خايف من الفضايح كده ازاي تسمح لراجل غريب يخش علاقته مراتك وجوزها جايب؟ بالذات ما انت راجل. ما تبطل تلبيخ يا جدع انت، الله ما تحترم شخصيتك. سيبني انا هعرف اتصرف معاها. يا سلام، هتلاقيني تاني يا حسب الله. لا انا مش هنام، انا هفضحكم وهصربها على دماغكم ودماغ اللي خلفوكم. انا بقى عارف ايه اللي بيحصل في البيت ده، عارف الشغل اللي بيحصل هنا يا حسب الله. بنقولك ايه؟ من يوم ورايح مش عايزك تكون ليك اي صله بالناس اللي قدامنا دولي، ولا كانك تعرفيهم من اصل. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل انهم طلعوا سكالانس. سكا ايه؟ يعني ايه يا اخوي؟ سكالانس يعني اي كلام، اي كلام. والراجل اللي قاعد معايا طول النهار على القهوه ده طلع ترتور، ونسوان بيته ماشيين مشي بطال. ايه اللي بتقوله ده يا احمد؟ اني من ساعه ما سكنوا ما شفتش منهم حاجه، لا كده ولا كده، والناس في حالهم. يقول لي هو انت دريانه بحاجه؟ انت دريانه بحاجه؟ مش معقول الرجاله اللي طالعين داخلين طول النهار دول زباين عند الدلاله ولا زباين عند الخياطه؟ ليه؟ كانت فاتحه مانيفاتوره ولا فاتحه مشغل؟ حرام عليك، ما تظلمش الناس، دول ناس كافين خيرهم شرهم وفي حالهم. اني سمعت بوداني لولية اللي اسمها سكينة ديت ضربت جوزها عشان صاحبها. قال ايه والطرطور يقول على صاحبها انه جوزها، ويقول على جوزها انه اخوها. ها مش بقولك سكالانس. اسمعي يا ولية، من يوم ورايح اختك دي ما تدخلش البيت ده نهائي. مش كفاية انها بتشتغل علمة في الافراح واحنا ساكتين وقافلين حناكنا وعمالين نقول هي ايام سودة وهتعدي؟ عجبكم فضحتنا في الحارة؟ اودي وش فين من النام ده، حتى القهواجي طردني من القهوة وقال لي ما تجيش اقعد عندنا. ما تفلقنيش انت كمان، انا مش ناقصاك. مش كفاية الراجل اللي عايزين تضيعوه من ايديا؟ واخرتها يا سكين جوزك ومش راضي يطلقك، وعبد العال والناس عرفوا انه مش جوزك، يعني يدخلوا هنا هيشبهنا. هيقه يا اختي، هيشبهنا. هو احنا لسه هنتشبه؟ لا، انتوا فاكرين الناس عمي مش شايفين اللي داخل واللي خارج، ولا عارفين جوزك بيشتغل ايه؟ ما كفايه بقى وليا، ما هو كل المصايب بتيجي من تحت راسك. ليه يا اخويا؟ هو انا ماليش حق نحب ويبقى لي راجل زي بقيه النسوان؟ في الحلال يا سكين، في الحلال يا اختي. وهو انا عارفه نطول الحلال؟ ما هاني بنحبه ومش عارفه نتجوزه. خلاص
يبقى كل حي فينا يروح لحال. ما هو لا مؤاخذه كمان ما ينفعش نتأذى كل مره بسببك. رايح نفسك يا حسب الله. أنا مش هنسيب البيت ونمشي، وزي النطع جوزي ما هو راكب نافوخه ومش عايز يطلقني، أنا كمان هنركب نافوخي ومش هنمشي ومش هنسيب مطرحي أبدا. وأنا بقى عندي زباين اللي يضربوا زباينكم، وابقوا فرجوني هتعملوا إيه. سلامات يا يا اخي. رد السلام ده السلام لله. روح الله لا يسلمكم. اهلا اهلا بالجمال واللطافه يا ست الحسن والحلاوه. ازيك يا معلم حسب الله؟ انا اللي معلم. ده انت اللي معلمه وزي القمر. لا امال فين ريا؟ ريا زمانها جاي. الزبون هنا ومستني على نار، نفسه بقى تعمري له الجوزه وتهزي له وسطك الحلو ده. هو حلو بعاد. اختش يا معلم حسب الله، رايا تزعل مني. ما تزعل ولا تشرب من المالح. هي مين دي اللي تشرب من المالح؟ مالح؟ حد جاب سيرة المالح؟ اخرتي ليه عديلة؟ الزباين زهقت وكانوا عايزين يمشوا. بنتك لسه جايالي من شوية. شوفي البيت اللي عايزة حش القبيت ده، احنا بعتين هيجي من ساعة. واقفة عندك بتعملي ايه عديلة؟ تعالي هنا يا اختي تعالي.